بداية عرفت الجامعة من إعلان بدء تسجيل برنامج ماجستير إدارة الأعمال. في نفس الوقت كنت أنا أدور لبرنامج ماجستير إدارة أعمال مناسب أني أخذه وقت ما أنا على رأس العمل. كان الإعلان شدني، قريت عنه أكثر، وجدت أنه مناسب جدا. طريقة التعليم المدمج اللي هي تكون 25% حضور في الفصول الدراسية و 75% حضور في الفصول الافتراضية. التسجيل كان سهل جدا عن طريق الموقع الخاص بالجامعة. جميع البيانات تعبت والمستندات رفقت لهم. كان متطلب واحد ناقصني اللي هو التوفل، كنت ما عندي توفل أنا، فنسقت مع عمادة تسجيل عمادة الدراسات العليا أنه في الوقت هذا بسجل الاختبار ستبس قياس اللي عادة توفل، وبعطيهم النتيجة وقت ما تطلع، ممكن يكون متأخرة شوي. فكانوا متعاونين جدا والحمد لله تسهلت وسجلت في الوقت المناسب. طبعا طريقة التعليم المدمج كانت مختلفة عن التعليم التقليدي. كان التواصل مع المدرسين أقل من اللي معتادين عليه. هذه يمكن ما تناسب الجميع، كانت صعبة في البداية، لكن تجاوزناها مع الوقت مع وسائل التواصل المتاحة. اكتسبنا خلال البرنامج لله الحمد مهارات كثيرة جدا، منها مهارات البحث العلمي، مهارات التحليل الإداري والمالي والاستراتيجي للمنظمات. كانت يعني تمر علينا تجارب دراسية بشكل شبه أسبوعي، فكنا مع الوقت تمرسنا في التحليل وكتابة البحوث. بالنسبة للطلبة الجدد راح تكون تجربة يمكن في البداية غريبة نوعا ما، أنا أنصحهم أنهم يستمرون ويعطونها فرصة. مع الوقت راح تكون البرنامج سلس، فيه ميزة مش موجودة في التعليم التقليدي اللي هي المرونة في إدارة الوقت، وأنك ممكن تدير مجموعة أعمال في نفس الوقت تكمل دراستك، فهذه كانت ميزة ما هي موجودة في التعليم التقليدي. الجامعة طبعا تقدم برنامج مواكب للتطور التعليم العصري، تقدم برامج دراسية ذات مستوى عالي بالتعاون مع جامعات عالمية. طبعا البرنامج مرة أخرى قد لا يناسب الجميع، بالنسبة لي كان خيار مناسب جدا. لو عاد فيني الزمن إلى وراء أبختار نفس البرنامج في الجامعة.